مامي بدي أروح دبي عند تيتا. بس عندك مدرسة اليوم، كيف نروح؟ عشان بدي الكفتة اللي تيتا عملتها من زمان. طب رح أعمل لك مثل الكفتة اللي عملتها بالصبر، بس بعد تيتا أذكى. لا هلأ رح تشوفي آخر شي لما أخلص كيف رح تطلع. حطيت الكفتة مع بقدونس ومعليها فلفل أسود وقليت البطاطا وصفت البصل والبندورة ومعليها فلفل أسود بالضبط مثل ما بتعمل تيتا، بس ما كترت ملح لأني رح أحط مكعبين ماجي مع مي مغلية ليدوبه. نفس الصلصة اللي تيتا حطتها. بالضبط ما أنا قلت لها تبعت لصورتها، وهلا بديرهم فوقهم ورح أحطهم على الفرن لنص ساعة. الريحة حلوة زي تيتا. تعال تيتا ماما يلا جعانة. يلا هلا بعد نص ساعة بيكون الأكل جاهز، يلا روحي اعمل الطاولة. او ماي جاد، يلا يلا بدي أدوق. استني أدوق أنا أول لحظة. سخن سخن عليكي، يلا دوقي افتحي دمك. مين أطيب، تبعتي ولا تبعت تيتا؟